لا مؤشرات على حلحلة في ملف تأليف الحكومة، ولا مواعيد للقاءات بين المعنيين الرئيسيين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري. وبدل اللقاء تواصلت الحملات المتبادلة عبر مصادرهما وأوساطهما غدا واقعة الفيديو المسرب الذي يصف فيه عون الرئيس المكلف بالكذب. أوساط قريبة من القصر الجمهوري ألقت مسؤولية تعطيل الوصول إلى تشكيل الحكومة على الحريري، واتهمته بتجاوز موقع رئيس الجمهورية وشراكته الدستورية في تأليف الحكومة، وأكدت أن هناك معايير يجب اعتمادها لتأليف حكومة مهمة فاعلة ومنتجة. في المقابل تحدثت أوساط قريبة من الرئيس المكلف عن محاولة لإقصاء الحريري عن التشكيل ودفعه إلى الاعتذار بهدف تكليف شخصية تكون طيعة في يد جبران باسيل، وقالت أن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية بعدما أودعه الرئيس المكلف مسودة حكومة بحجم المرحلة وتنتظر توقيعه عليها. يذكر أن الرئيس الحريري توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما زار تركيا على أن يقصد مصر في الأيام المقبلة ضمن تحركه الخارجي.